السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نرسم reference line عشان نتحكم في الحوائط اللي موجودة ديت الميل بتاعها. طيب خلينا نجي هنا واقول له go to elevator elevation view، بلاقي الحيطة بالشكل دوت. طيب ممكن اجي بقى اقول له انا عايز ارسم reference plan، وارسم reference plan من هنا لهنا، وبعد كده اعلم على الحوائط كلها، دوست تاب عشان يجيب لي الحوائط كلها الاربع حوائط، واقول له اتاش توب، يعني انا عايز اديك حاجه تبدا تمسك فيها، وادي له الشكل ده. تعالى بقى نشوفها في 3D. طبعا انت كنت ممكن تعمل سيلكت الحيطه وتدخل تقول له ايديت بروفايل وتبدا تعدل فيها، لكن الموضوع هنا اسرع واسهل بكتير. بص الشكل بتاعها، وتلاقي حتى الحيطة الجانبية برضو التزمت بنفس الزاوية اللي احنا مديناها له. ولو انت حابب برضو تعمل في الأسفل الريفرنس برضو هيبدأ ان هو يتبعه، يعني هقول له ريفرنس بلان وأبدأ أرسم بالشكل دوت، وأعلم على الحوائط كلها وأقول له أتاش توب أند بيس، واقول له البيس واقول له الريفرنس ده، فيبدأ هو يلتزم بالشكل اللي احنا اديناه له. والعكس طبعا هتقول له ديتاتش لو انت عايز تلغي التأثير دوت، ديتاتش توب اند بيس.